السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام من استديو قناة الريان في حديقة البدع، والذي يأتيكم يوميا في نفس الموعد لمواكبة أجواء معرض إكسبو دوحة 2023 للبستنة. حياك الله يا خالد. حياك الله عبد الرحمن، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، متواصلين معكم في تغطية مباشرة لمعرض إكسبو الذي يحمل شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، بهدف تطوير آليات ووسائل دعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية. فعاليات يومية وأنشطة متنوعة تنتظر زوار المعرض بما يتناسب مع تنوع ثقافاتهم. ولمواكبة هذه الأجواء سننتقل خلال هذه التغطية بالصوت والصورة إلى ندباء قناة الريان الفضائية المتواجدين في أرجاء المعرض. معنا اليوم منذر ثاني ومحمد عبد الله، فلهم منا أجمل تحية والله يعطيهم الصحة والعافية. آمين. والبداية تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من دولة السيد مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي هذا الصدد أكد سمو الأمير المفدى على موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة وللجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا. من جانبه أشاد دولة رئيس الوزراء الهولندي بدور سمو الأمير المفدى وجهود دولة قطر الدبلوماسية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة. كما تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي هذا الصدد أكد سمو الأمير المفدى على موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا. من جانبه أشاد دولة رئيس الوزراء الإسباني بدور سمو الأمير المفدى وجهود دولة قطر الدبلوماسية إقليميا ودوليا. نعم مشاهدينا الكرام، وفي موضوع آخر، تم صباح اليوم بمبنى أكاديمية الخدمة الوطنية في المزروعة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد القطري لكرة القدم ووزارة الدفاع ممثلة بأكاديمية الخدمة الوطنية. متابع. توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد القطري لكرة القدم ووزارة الدفاع ممثلة بأكاديمية الخدمة الوطنية يهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين من خلال مشاركة فريق من أكاديمية الخدمة الوطنية في دور فئة الشباب تحت سن 19. ويهدف هذا التعاون إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي أكاديمية الخدمة الوطنية لممارسة هواياتهم المتعلقة بلعب كرة القدم في أحسن الظروف. طبعاً احنا بالنسبة لنا في أكاديمية الخدمة الوطنية يهمنا جداً أن الشباب اللي موجودين في برنامج الأكاديمية أنهم يمارسون هواياتهم، والشباب اللي موهوبين أنه يستمر في تنمية مهاراته. ويهمنا ايضا ان احنا نزرع روح الفريق والوحده بين الشباب والانتماء للخدمه الوطنيه. واكيد ان الرياضه بشكل عام عندنا في الخدمه الوطنيه من المواضيع والتدريبات الاساسيه عموما في برنامج الخدمه الوطنيه. واسمحوا لي ان انا انتهز هذه الفرصه ان انا اوجه الدعوه لكل الاتحادات اللي موجوده ولكل المؤسسات الرياضيه. الخدمه الوطنيه باذن الله هي اسم على مسمى، كل الموجودين الشباب هذولا كلهم أبناء قطر وشباب قطر، وأكيد أن الاتحادات عندهم مهمة وطنية،
وإحنا مستعدين أن احنا نشارك ونساهم معهم في كل المناشط والأنشطة المسابقات الرياضية اللي عندهم. طبعا تأتي هذه الشراكة كأولى الخطوات الاستراتيجية الذي يسعى من خلالها اتحاد قطر لكرة القدم في إتاحة الفرصة للاعبين القطريين في استمرار ومواصلة ممارسة رياضة كرة القدم من خلال التحاقهم وتأديتهم مهام وواجبهم في أكاديمية الخدمة الوطنية. طبعا سيكون هناك فريق لأكاديمية الخدمة الوطنية سيشارك في دوري فئة الشباب تحت 19 سنة الذي يشرف عليه الاتحاد القطري لكرة القدم، ومن خلال هذه المشاركة سنتيح الفرصة إلى توسيع قاعدة وشريحة اللاعبين المواطنين من خلال هذه الفئة. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء فريق كرة قدم تحت مسمى فريق الخدمة الوطنية للمشاركة في مسابقات فئة تحت 19 سنة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد القطري لكرة القدم بعد استيفاء الشروط واللوائح الموضوعة من طرف الاتحاد. مشاهدينا الكرام، تمثل البيئة البحرية القطرية إحدى أهم مصادر الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دولتنا الحبيبة قطر لما تتمتع به من تنوع من النباتات والأحياء البحرية، ويتطلب ذلك الاهتمام والحفاظ على البيئة البحرية من قبل الجميع والبعد عن تلويثها والتعدي عليها لكي تكون صالحة للأجيال المقبلة. نعم، والحديث عما تتمتع به بيئتنا البحرية يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور محسن اليافعي، أستاذ مشارك في قسم العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة قطر. مرحبا وسهلا بك دكتور معنا. يا مرحبا بكم وبمشاهدين القناة. يا مرحبا دكتور. يعني في البداية لو نتكلم على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية بشكل عام. خلنا نسألكم، أنا بسألكم أسئلة، تشربون الماء من وين؟ من البحر. صيدنا وأكلنا لا، يعني المصدر الرئيسي للبروتين عندنا من البحر، النقل البحري، سياحتنا من البحر، فالبحر هو شريان حياة بالنسبة لمنطقتنا. فيعني ما راح نقبل احنا نشرب ماء ملوث او ناكل كائنات ملوثة او تصير مشاكل عندنا في البيئة تؤدي الى يعني الاضرار بحياتنا. يعني الحفاظ على البيئة البحرية ولا يقل اهمية عن الحفاظ على يعني بيئتنا البرية، يعني اذا ما كان اكثر حتى. اذا تكلم دكتور عن الملوثات او اهم الملوثات للبيئة البحرية ايش؟ الخليج بشكل عام يعني تدخل يوميا ما يزيد عن 200 سفينة، ما بين سفينة نقل يعني نفط او شاحنة ناقلات يعني كارغو اللي هي الشحن أو, او او غيرها. وطبعا ها الخليج ضحل جدا من حيث العمق، يعني الخليج عندنا خصوصا الساحل العربي اعماقه ضحلة جدا، فتصور هذه السفن المحملة بال غاطس سيكون قريب من القاع، فدائما تسبب اللي هي العكارة للماء، عدم ثبات الكائنات. وللأسف يعني معظم الكائنات في الخليج هي كائنات ثابتة، يعني حتى في البحار بشكل عام اللي هي النباتات اللي تعيش في البحر أو المراجين أو المحار أو، فمتى ما صارت المياه في حالة عكارة دائمة إذا هاي نوع رئيسي من التلوث. هذه السفن لها تستخدم الزيوت وغيرها، طبعا مصيرها إلى البحر. للأسف ما في رقابة عليهم، كثير منهم يرمي مخلفاته إلى البيئة البحرية. ناهيك عن سوء الاستخدام من البشر اللي يعيشون على الخليج. عندنا الآن الخليج في السبعينات كانوا يمكن ما يتعدون 3-4 مليون يعيشون عليه على كل سواحل الخليج، الآن ما شاء الله دولة واحدة تعدى هالرقم. نعم. فمصانع زادت سواء للطاقة أو صناعة البتروكيماوية أو غيرها، كلهم يحتاجون تبريد، والتبريد يحتاج إلى إعادة ضخه الى البحر، وهذا يعتبر تلوث للبيئه البحريه. يعني ما لو اقدر من هنا لبكره اعد ما في يعني ما راح ننتهي من المصادر. ما دكتور احنا نبغى نسلط الضوء على اهم او ابرز الاسباب اللي تسبب تلوث البيئه البحريه. انت ذكرت ممكن بشكل سريع ممكن البدايه شركات الشحن او يعني سفن بشكل عام، يعني نبغى احنا نتكلم عن موضوع السفن والمركبات البحريه نقدر نكمل نقول عنها والسفن البحريه، وبعدين نروح للسبب الثاني او اللي هو البشر او استخدامهم لهذه البيئة البحرية. يعني الخليج مثل ما ذكرت في البداية هو ضحل جدا مياه، يحتاج الإنسان إلى أن يسوي قنوات موانئ و ضحل بمعنى ما في عمق، ما في عمق مناسب. فعملية الحفر أو توسعة القنوات الملاحية يسبب اللي هو حركة الطمي والأتربة إلى مناطق أخرى.
وأنا يمكن ذكرت في البداية أن معظم الكائنات في الخليج هي كائنات ثابتة. يعني ما في هجرة مثلا في الأسماك؟ لا، مثلا الإسفنج ما يتحرك، المرجان ما يتحرك، النباتات بشكل عام ما تتحرك. متى ما جارت التربة عليها تمنع عنها التنفس ووصول الغذاء. بمعنى عشان نوضح للسادة المشاهدين دكتور، أن التربة هذه تزحف داخل البحر؟ لا، إذا أنت حفرت التيار يحملها أثناء الجرف مثلا. أعطيك مثال هو لسبب الإنسان، أنا راح أركز على الإنسان. الملوثات النفطية سواء حتى السيارات اللي تمشي على الشوارع راح تنتقل الكربون منها إلى البيئة البحرية. يعني وجد أن البحر هو مصدر رئيس، يعني مثل ما يقول نهايته يصل للبحر. نشاط البشري، الصيد، الصيد الجائر، وسائل الصيد الخطأ، هاي كلها. يعني الآن أي واحد عنده مشكلة في البحر الآن أو عنده شيء لما يبي يتخلص منه يودي البحر، يقول بسوي لي مشد. شنو المشد؟ مخلفات رميتها، ترضى ترمى نفس المخلفات قدام بيتك؟ يعني أي إن كان. فللأسف أن البيئة البحرية ما دام تحت الماء الناس ما تنظر له. نعم. إذا احنا الدكتور نتكلم عن هذا التلوث أو نتائجه على المدى القصير والبعيد وتبعاته إيش؟ بقول خبر حلو عن الخليج. الخليج يجدد ماية بحدود سنة ونص لسنتين، يعني كل الماء اللي فيه يطلع ويروح. وكيف؟ الخليج يعني لو شفنا تركيبته، أعمق نقطة مضيق هرمز. أعمق نقطة؟ أي حوالي 100 متر، والخليج ضحل. يعني معلش أسوي الحركة بيدي، هذا الخليج. الكويت هنا، مضيق هرمز هنا. يعني معناته يعني ممكن نقول مثل الجبل، يعني من القمة إلى مضيق هرمز أو مدخل مضيق هرمز 100 متر وفي وسع، فالماء اللي يدخل كميته كبيرة، والتيارات عندنا سريعة أيضا في الخليج. فيعني يفترض نظريا أنه يجدد ماء من سنة ونص لسنتين، يعني ما يحتفظ بالملوثات في الخليج. لكن وجدنا أن بعض الملوثات من الخليج وصلت إلى سواحل باكستان والهند، اللي هي كور الزيت وغيرها من المخلفات. فما في مجال نقول أن احنا يعني ما نلوث، احنا نلوث بيئتنا أساسا زايد المناطق الأخرى. مش أقصد يعني احنا كدولة قطر، أقصد الخليج بشكل عام. دكتور يعني انت تتكلم عن مضيق هرمز عرضه 100 متر ولا عمقه؟ عمقه عمق. اي والخليج متوسط عمقه 35 متر. اي فعندك انحدار. اي نعم. فيعني البحر يدخل ويطلع بالضبط كل سنتين. وهذه هاي ميزه للخليج انه ما تبين الملوثات بشكل يجدد. لكن بعض الملوثات تعيش مئات السنين بل الاف السنين، مثل المعادن الثقيله اللي هي الزئبق والرصاص، اللي هو الزئبق والحديد والمغنيس وغيرها من المعادن. زايد الان في عندنا في الخليج اكثر من دوله فتحت او سوت مفاعلات نوويه موجوده في دول، واغلبها كلها على السواحل. لازم تكون على الساحل، تحتاج تبريد. فبالتالي يعني لو قدر الله اي شيء صار فيها، مثل ما صار في اليابان، مفاعل صار في اليابان وصار في دول كثيره، يعني في روسيا، في اوكرانيا وغيرها، تشيرنوبل بعد في الثمانينات بالضبط. وفي بعضها يعني ممكن تكون اخطاء بسيطه. احنا دكتور نتكلم عن، كان سالتك عن تبعات التلوث، ايش راح يصير على البيئه البحريه في المدى البعيد والقريب؟ طبعا ذكرت ان البحر يتجدد، انا تكلمت على الماء. ايه بصفه عامه. لكن في كائنات وفي مركبات تصل الى القاع. نعم. وفي كائنات بحريه من صفاتها اللي هي تتغذى بالفلتره وبالتصفيه، تصفي الماء. منها المحار على سبيل المثال. وتركز السموم 500 ضعف عن الكائنات الاخرى. فمن يتغذى على المحار؟ الاسماك. واحنا نتغذى على الاسماك. فبالتالي هناك في دوره للملوثات. ايضا لو ان هذه الملوثات يعني وصلت للماء، احنا نشرب الماء. احنا نستحم أو نستجم، خلنا نقولها بالطريقة أفضل، في البيئة البحرية. كل الناس يحبون يروحون البحر. لو تكون ملوثة بأي كم، يعني إحنا يكفي عندنا لسار الدول اللي هو الجيليفيش، الدول لما يصيد عندنا تصير عندنا قضية، ناس ما تقدر تروح البحر. والدول أيضا هاي نتاج يعني اختلال التوازن البيئي اللي صار. الدول هو قنديل البحر. قنديل البحر. نعم. إيش فيه؟ شو مشكلته؟ يكثر بشكل غير طبيعي هالأيام. كثرته يعني هذا مش لصالح طبعاً البيئة. ما تقدر تستفيد من البيئة. في شواطئ في كثير من دول العالم تحط العلم الأحمر لممنوع السباحة، لأنه يلسع. هو طبعاً يلسع، وفي بعض الأنواع تؤدي إلى الموت. صحيح. ممكن سبب شلل، ممكن سبب أمراض. نعم. يعني بمعنى الدكتور، يعني استكمال الكلام أخي خالد، أن
التوازن البيئي، يكون في خلل في التوازن البيئي طبعا. يعني شنو نقصد بالتوازن البيئي؟ شنو اعداء الدول؟ احنا للاسف قضينا عليها اللي هو السلاحف، يمكن سلاحف منهم سلاحف الجين طبعاً. والاسماك اللي تاكل الدول للاسف، يعني احنا ما نفكر يعني بهالشيء. يعني اطلع بس عن شيء ممكن الناس ينتبهوا له باختصار، اللي هو الناس يشتكي من اللو، اللي هو طائرة اللو يعني بدأ عندنا يزيد. السبب الرئيسي أعداء اختفوا مثل الصلال اللي هو طير النورس، لأن في فترة كان مرغوب عند هواة الطيور هو اللي يأكل فروخة ويأكل بيضة كان، فزاد فجأة الناس تقول لك خلص السمك علينا اللو. اللوها زادت أو زادت أعدادها إيه، لأن بسبب أن الناس قاعدة تأخذ أو الأعداء اللي كان يسوي توازن. وقس على ذلك الشكل، لما نجي إحنا نصيد الهامور بكثرة يأثر، لما يقول لك واحد أنا أنزل بس أصيد الهامور اللي في البحر، زين ما هو الهامور يأكل من 10 إلى 15 سمكة مثل الأسماك الصغيرة النيسر وغيره. طيب يعني احنا بنستكمل الدكتور يعني كلام معك، خاصة موضوع الصيد الجائر. نعم. ممكن كيف طريقة أو آلية للتوازن. نعم. يكون في توازن في البيئة البحرية. لكن مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، نذهب إلى الزميل منذر ثاني المتواجد في معرض الدوحة 2023 للبستنة. منذر الله يمسيك بالخير، شو الجديد عندك في المعرض؟ الله يمسيكم بالنور اخواني في الاستديو، مس عليكم وعلى الساده المتابعين، وشكرا لكم على هذه التغطيه المتميزه. واليوم انا متواجد في اكسبو 2023 في جناح وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي افتتح اليوم من قبل سعاده السيد محمد بن علي المناعي وزير وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعاده الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي وزير البلديه، وبعض اصحاب السعاده ومدراء الإدارات. وللحديث أكثر عن هذا الجناح اليوم يسعدني أني أستضيف الأستاذة مريم الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي. أستاذة مريم، بداية إيمان الكواري مرحبا، بداية إليت لو تحدثينا عن الافتتاح اليوم، وعرفنا أنكم حصلتوا على شهادة غينيس للأرقام القياسية، حدثينا عن هذا الموضوع. أول شيء أشكر قناة الريان لتغطية هذا الحدث الاستثنائي وافتتاح جناح الوزارة اللي حصد على رقم قياسي من غينيس وورلد ريكورد كأطول هيكل خرساني بعلو 12.4 متر. يعطيكم العافية. اليوم احنا نشوف الجناح يضم ما شاء الله عدة شاشات لبرنامج قطر الذكي اللي هو تسمو، ياليت لو تحدثينا عن هذا المجال أكثر. الوزارة مشاركة بمشاريع مختلفة، في أول شهر لها وفي أول أشهر لها في المشاركة في الأكسبو راح نعرض مشاريع الدولة الذكية اللي يتكلم عن التحول الرقمي في الدولة للقطاعات المختلفة والمشاريع اللي تم تقديمها. يعني مثل المشاريع اللي احنا عارضينها في هالفترة تخص قطاع الزراعة، وأيضا مثلا مشروع وقطاع المواصلات مثل برنامج المواقف الذكية اللي تعرفون عليه الجمهور وزوار المعرض كيف تتم تقديم هذه الخدمة الذكية في الدولة. اليوم ما شاء الله نتكلم عن معرض إكسبو يمتد لي 6 شهور، شنو الفعاليات والبرامج اللي تقدمونها للجمهور خلال هالست شهور، وشنو كلمتكم لهم؟ اولا جناح الوزاره راح يكون يتجدد كل شهر محتوى جديد. غير هذا الوزاره ايضا مشاركه ببرنامج استوديو 5 اللي يخص فئه الشباب من عمر 7 سنوات لين 24 اللي يعطيهم مهارات الصناعه الرقميه بورشات مختلفه. وايضا عندنا مشاركه باكسبو المدن الذكيه في تاريخ 29 و30 نوفمبر اللي راح يجذب يعني من اشهر متحدثين في مجال التكنولوجيا وايضا المدن الذكية، وإحنا يعني ندعو زوارنا أيضا للمعرض وأيضا محبين التكنولوجيا بالمشاركة في هالمعرض وأيضا في المؤتمر. الله يعطيكم العافية ومشكورين وما قصرتوا. إذن أعزائي المشاهدين، اليوم إحنا ندعوكم أنكم تستمتعون بهذه الابتكارات اللي موجودة في جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا الأجنحة الأخرى. هذا اللي عندي اليوم في هذا الجناح، أترككم وارجع لكم في الاستوديو، ويعطيكم العافية وشكرا لكم. يلا شكرا منذر، وأيضا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام من خلال مراسلينا وندباء قناة الريان المنتشرين في أرجاء المعرض. أرجع لضيفي الدكتور محسن اليافعي، استاذ مشارك في قسم العلوم البيولوجيه والبيئيه
في جامعة قطر. دكتور، احنا بنستفيد يعني اكبر قدر ممكن من المعلومات للحفاظ على البيئة البحرية، هذا يمكن محورنا الاساسي والرئيسي، لكن نتكلم في امور فرعية. مثلا لو نتكلم عن النباتات البحرية اللي موجودة في دولة قطر ونسبها الى دولة قطر بصفة عامة. يمكن سمعته في الفترات السابقة يعني ان قطر عندها يعني اكبر تجمع لأبقار البحر. صحيح. وكان يعني رصدنا اكبر تجمع على مستوى العالم، يعني من حيث في مكان واحد في كعدد متجمع، يعني في استراليا عندهم 20,000، هي رقم واحد. تتكلم عن ابقار البحر. ابقار البحر. أيه. اللي هي معروفه الدوغونز. ف سبب تواجدها في الخليج اللي هو الاعشاب البحريه. في وفره وغزاره في الاعشاب البحريه، وبالذات في المناطق اللي ما بين الادخان والزباره والمناطق الغربيه لقطر. صحيح. وايضا المناطق الشرقيه اللي هي من دون البشيريه وانت رايح صوب العديد. فها يعني الواحد بيقول لي ليش في هالمناطق الاعشاب البحريه اللي هي تعتبر نباتات فقط، هي الاعشاب اللي موجوده في البحر كنبات، نستثني القرم لانه على الساحل. غير هاي راح نتكلم عن انواع النباتات اللي يسمونها دكتور في لهجتنا العاميه المشاعير. المشاعر بالضبط، المشاعر اللي تطلع فيها يعني النباتات. معروف الصافي يعيش فيها، الربيان يعيش. نعم. فيها مناطق حضانه. سبحان الله، كانها عشب في البحر. بالضبط، عشب. وفي الخليج ثلاث انواع. نعم. من هالانواع من العشب. طبعا هي ما تعيش الا في مناطق يصل لها الضوء، وبالذات تعرف تدرج اللون. أيوه. في البحر اللون الاحمر يكون في اول الامتار. بعدين يختفي، فهي تحتاج حراره كافيه حتى تنمو الاعشاب هاي، فدائما في اعماق ظهر. عشان كذا الابقار وبقره البحر تقرب السيف، تقرب السيف وتاكل في الاعشاب. تاكل معدل من 40 ل 50 كيلو في اليوم. كميه كبيره. اي كميه كبيره، اذا ما في كميه ما راح تتواجد. فاحنا رصدناها في شهر يا فبراير، ومن كل سنه تتجمع في حدود فوق الألف بقرة في نفس النقطة. ما شاء الله. في يعني قطر دكتور؟ في محيط كم تقريبا دكتور؟ يعني كمحيط يعني خلاص كرقم كعدد يعني. طول يوم كامل تسبح في نفس المكان، بس انك نحصلهم. فطبعا هاي في دراسة احنا مسوينها في الجامعة، يعني حتى على مستوى العالم كان رقم غير متوقع. يعني في استراليا يمكن نرصدهم من 100 ل 200 في نقطة واحدة، بعدين يختفون. لا، هذول اللي يتمون يوم كامل في مكان واحد او في رقعة واحدة. ايوه يسبحون. شمال غرب صح دكتور؟ يعني من صوب ام الماء. ايوه في ذيك المنطقه. انا اذكر احنا صغار دكتور كانت تلوث، يعني تنفق. ايه كذا مره كان نشوفها يعني على السيف. اذا ماتت الام اي اللي هو العجل ولد. أي. ولدها يموت. يموت. ايه لانه هو يعتمد على امه سنتين. يعني احنا عندنا ان هاي شيء من النوادر الموجوده في دوله قطر دكتور. المياه البحريه اغلب موته سبب الصيد الشباك الهيال. اي يعني هو السبب الرئيسي لموته. نعم. لكن الحمد لله الان في قوانين راح تتخذ لحمايتها، ويكفي في الكورنيش تشوف المجسم مالها صارت. صح. يعني لها اهتمام موجود، وهذا الشيء يعني يدل على وفرة الغذاء لها اللي هو سبب تواجدها اللي هي الأعشاب البحرية. لكن في شيء ثاني مهم، يعني احنا نتكلم ان 50% من انتاج الاكسجين في الكرة الأرضية يجي مصدر البحر، وهو النباتات. ما راح نقول نباتات، نقول الطحالب البحرية. طحالب اللي هي ميكروسكوبية، لا ترى بعضها الا بالعين، يعني ما ترى بالعين بعضها، يعني كلها بالميكروسكوب، وتتكاثر بشكل رهيب. طبعا تعيش في الطبقه الضوئيه. فبالتالي هي تقوم بعمليه التمثيل الضوئي في المحيط. دكتور، انت ذكرت المشاعير او النبات اللي. نعم. في الارض اللي في القاع اللي يحتاج ضوء، ثلاث انواع. يعني عندنا ثلاث انواع من انواع المشاعير الموجوده. نعم، تغذى عليها الاسماك. حتى غير بقار البحر، بعد ابقار البحر في الربيان اصلا لازم يكون فيها المشاعير. الجين جزء من حياته. ها الجين. الجين ياكل النباتات اللي تطلع على المراجين عاده. نعم. يعني حتى تسمع هو لين ياكل، ما شاء الله فمه قوي. نعم، نفس الببغاء. طيب دكتور، يعني ذكرت موضوع النباتات البحريه، موضوع الطحالب اللي ممكن يعني تنتج اكثر من 50% من الاكسجين في 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 الكره الارضيه. طيب موضوع الابقار، بقار البحر يعني بشكل عام، هل هذا يعني شيء ايجابي ولا شيء سلبي؟ يعني هل هو خلل في التوازن البيئي، ولا فعلا ان هذا شيء او مؤشر جيد ان هناك مثلا اعشاب وهناك نباتات بحريه فتجتمع هذه الابقار في هذه الرقعه كاول مثل نقول اول حدث او اول تجمع على مستوى العالم؟ هو شيء ايجابي جدا يعني، وانا اعتقد هي من الكائنات اللي عرضه للانقراض يعني على مستوى العالم. يعني اعدادها في العالم اعتقد تجاوز 30,000 فقط على مستوى العالم.
معظمهم ما بين قطر وسوري الخليج واستراليا. وهو اصلا يعني مكان معيشته او مكان وجوده وين في الاساس؟ يعني هل هو على مستوى الخليج ولا يعني بدا يختفي في كل دول العالم نتيجه الصيد الجار؟ يعني ما نشجع الناس بس هي طبعا كانت تؤكل وما نبي نقول ان طعمها لذيذ وهي اي شيء تاكله لو صيد البحر حلال يعني. صحيح. يعني ولكن ان اعدادها بدات تنزل على مستوى العالم. يعني البحر الاحمر ما تعدى 100 وشيء فيه كل البحر الاحمر يعني. بس هل راصدينهم دكتور؟ هل راصدينهم حاطين لهم مثلا جي بي اس مراقبه شيء ولا يعني عن طريق الاقمار الصناعيه يعني يراقبونهم؟ دراستنا كانت تستلزم ان نركب بعض الاجهزه لكن وجدنا عشان نمسكها ممكن تموت لان هي ما راح تستسلم. صح. وراح تسبح وجيها اجهاد ليه ما تنهك يعني. اي وممكن يعني قد يعني تفقد حياتها. احنا نتكلم بعد دكتور عن كائن اخر اللي هو اكبر تجمع في دوله قطر الحوت قرش الحوت. نعم. بعد يعني يمكن رصد اكبر عدد في العالم يمكن في كتجمع. صحيح. احنا والمكسيك اكثر دورتين في العالم يتجمع فيهم. هذا يدل لنا بيئتنا بخير دكتور. هذا يدل لنا بيئتنا بخير البحريه. اذا خلنا اقول لك ليش انه موجودين. تفضل. لانه لو تلاحظ مكانهم في حقل الشاهين. صح. يبعدون عن رويس حوالي 70 80 كيلو. صح. وعن الدوحه 140 كيلو. صح. الناس ما تعنى لهم. اي انا ما ابي اقول في النهايه ان اي شيء دخل فيه الانسان راح يؤدي الى يعني خلينا نقول ياثر عليه بالسلب اي شيء. والدليل على ذلك اثناء الكورونا لما منعوا الناس يروحون البحر ردت شويه الحياه، بدات الاسماك تقرب، بدات الكربون في العالم خف في كل شيء. يعني ولكن هو الانسان طبيعته يعني جائر يعني الانسان هاي طبيعته. الانسان من استوى طبيعته لازم الوعي دكتور اهم شيء. طبعا الوعي يعني مثال روح افريقيا المحميات الناس يروحون لها يدفعون مبالغ يعني كبيره عشان يستمتع بالمحميات اللي الناس حافظوا عليها. وكانت في افريقيا مناطق اجمل من اللي هي الانسان قضى عليها، الان اصبح ما يستفيد منها لا ماليا ولا شيء. طيب دكتور يعني احنا ممكن ذكرنا الصيد الجائر وغيره، لكن في توجهات يعني سواء في مؤسسات الدوله سواء حتى على مستوى الافراد، حتى في جامعة قطر عين في مركز العلوم البيئية يعني. نعم. صدفنا أكثر من مرة هنا في هذا المكان. نعم. بعد معرض إكسبو الدوحة للبستنة في توجه مثلا وضع المرجانات الصناعية، حتى المرجانات الطبيعية وصلوا هنا مثلا يحطونها في أماكن معينة يستزرعونها. يعني يستزرعونها. هل مثلا أيضا في جهود أيضا مثلا في استزراع الأسماك وغيرها على طول الساحل الشرقي مثلا لدولة قطر؟ يعني مثل هذه الجهود هل ممكنها تساعد في الحفاظ على البيئة البحرية؟ يعني هل هذه قلتهم هل هذه الحلول ناجعة بالنسبة للبيئة البحرية أو لا؟ بصراحة يعني لا قدر الله الواحد فقد رجله وركب رجل صناعية، هل هو رجع الوضع الطبيعي؟ ما بيمشي. احنا نقول نشجع هالشيء ولكن ليش احنا ما نحافظ على الأساس؟ ليش ما نحافظ على البيئات اللي هي بيئات الله وهبها مقومات انها تزدهر بنفسها؟ يعني مثل بيئة القر. زين بيئة القر مثلا ما في اي تكلفه علينا، لا نسقيها ولا نعطيها ولا شيء، وملجا للطيور تتكاثر فيها، الاسماك تضع بيوضها فيها، تحافظ على التاكل، وبالتالي احنا مستفيدين منها بدون اي مجهود. فلما تيجي تتفاجأ بعد ما تزرع منطقه تجرف وتزال ويروحون ينقلونها لمكان اخر. فعموما يعني احنا نشجع اي واحد يحافظ على البيئه باي نشاط. نعم. احنا يعني نتكلم عن الشعاب المرجانيه اكثر يعني. دورها في الحياه البحريه شنو؟ يعني احنا نشوف الفشوت الفشت الشعاب المرجانيه هي مكان تجمع الاسماك، الناس تقصدها دائما للحداق مثلا، لكن شنو فائدتها للبيئه؟ يعني مثل البيئه البحريه بالغابات المطريه اللي في الامازون مثلا. الغابات تحتوي على كل انواع الحياه اللي هي الكائنات، الطيور، الأشجار، الورود. فبالتالي البيئة البحرية إذا تأخذ شيء مشابه له اللي هي بيئة الشعاب المرجانية فيها كل أنواع تنوع، ممكن مئات الكائنات تعيش. نعم. مع بعض وفي توازن وفي يعني مثل ما تقول في تناغم في حياتهم. يعني تجد أسماك تنظف الشعاب، الكائنات النباتات هاي لها دور. نعم. وهكذا. فالبيئة الشعاب المرجانية متى ما تدخل. نعم. الإنسان وحاول يأخذ منها شيء راح تتأثر. نعم. احنا نشكرك على تواجدك معنا. نشكر الدكتور محسن اليافي استاذ المشارك في قسم العلوم البيولوجيه والبيئيه في جامعه قطر. الله يعطيك العافيه دكتور على هذه النبذه التعريفيه صراحه عن البيئه البحريه واهميتها في خاصه على في الخليج العربي وحتى في دولتنا الحبيبه قطر. شكرا لك يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين لكم، لا تروحون بعيد.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. نظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية أمس الأربعاء بفندق ماندارين أورينتال مشيرب النسخة الخامسة من فعالية يوم عرض المشاريع للشركات المتخرجة من برنامجي الاحتضان والتسريع. نتابع. تحت شعار التكنولوجيا المالية ورحلة تطويرها، نظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أحد حاضنات ومسرعات الأعمال لدى بنك قطر للتنمية النسخة الخامسة من فعالية يوم عرض المشاريع للشركات المتخرجة من برنامجي الاحتضان والتسريع، إضافة لعرض نماذج الأعمال المبتكرة لهذه الشركات أمام مجموعة من المستثمرين والخبراء من داخل وخارج قطر. نحن اليوم سعداء بتخريج الفوج الخامس من مسرعة أعمال التكنولوجيا المالية مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، وتم عرض 19 مشروع اليوم قابل للاستثمار، وعشرة من هذه المشاريع أصحابها سافروا من بلدانهم وتم عرض مشاريعهم اليوم طمعا ورغبة في ما تحققه وتقدمه منظومة التكنولوجيا المالية من فرص استثمارية في دولة قطر. والحمد لله اليوم كانت جميع المشاريع على قدر من المستوى العالي من أفكار وحلول رقمية تخدم القطاع المالي في دولة قطر. احنا من الشركات المحتضنة في مركز قطر للتكنولوجيا المالية وموجودين اليوم عشان نعرض المشروع والأبليكيشن على المؤسسات والشركات الداعمة. يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمركز قطر للتكنولوجيا المالية من أجل دعم رواد ورائدات الأعمال ومشاركة تجارب وخبرات عالمية معهم، حيث يتعاون المركز باستمرار مع الجهات الرئيسية المعنية في هذا المجال بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية. تعاون مشترك ما بين مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان وهيئة متاحف قطر برسم عدد من الجداريات في معرض إكسبو للبستنة، والتي تعكس ثراء البيئة القطرية، والهدف من ذلك تعريف الزوار من مختلف الثقافات بالتراث القطري. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا نستضيف معنا كل من السيد عبد الرحمن المطاوعة الفنان التشكيلي، وأيضا المهندس عبد الرحمن آل إسحاق مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر. يا مرحبا بكم، مسهلا ونورتونا وشرفتونا. يا مرحبا مسهلا. يا مرحبا عبد الرحمن. عبد الرحمن، لو نبتدي معاك، يعني شلون يعني تنفيذ من خلال شلون تنفذون هذه المشاريع من خلال تعاون مع إحسان؟ طبعا يعتمد على الفنان، يعتمد على التصميم اللي راح يقدمه، الفكرة اللي راح يقدمها، هذه كلها أشياء مهمة في تنفيذ العمل في البداية. أيضا عندنا المهارة، الفنان مهارة الفنان في تنفيذ العمل كمشروع، يعني هذا مثل ما نقول يعني هي مناسبة حلوة أن الفنان التشكيلي يشارك في هذه المشاريع اللي موجودة في الدولة. فهذه نقطة وايد حلوة صراحة، يعني أنا وايد أؤيد هذه الفكرة على أساس إبراز الفنانين المتواجدين في على الساحة. نعم. أنا ودي أتقل عبد الرحمن آل إسحاق، مهندس عبد الرحمن آل إسحاق مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر. عبد الرحمن السمي، يعني كيف كانت الفكرة أو كيف بدأت الفكرة بشكل عام من خلال وجود هذا العمل؟ والله في البداية أحب أشكر مركز إحسان لتمكين ورعاية كبار السن، إنهم اللي بادروا بهذه الفكرة وتواصلوا معنا وقالوا إحنا عندنا اليوم كبار السن نبي نسوي هذه الفعالية، فتعاوننا معهم والإخوة في إكسبو 2023 كانوا متعاونين أيضا، فاشتغلنا في الفترة وكنا نبحث عن الفنانين أو الآلية المناسبة إن كيف نجيب فنان ويشتغل على هذه الفكرة. فلحسن الحظ يعني تواصلنا مع الفنان عبد الرحمن والفنان مبارك المالك، وكان في تعاون جميل من بينهم، اشتغلوا كثير. أنا اللي عارف أنه اشتغلوا كثير على الأفكار اللي راح يعرضونها، لأن أيضا هم اشتغلوا مع بعض، وهذا شيء صعب جدا أن فنانين يشتغلون على رسمة واحدة، بالإضافة إلى أن الجمهور أيضا شارك في الجداري نفسه. جميل.
فكان في ترتيب يعني تقريبا شهر بس للتنسيق لهذا الفعل. عبد الرحمن نقدر نعرف الافكار ولا نعم. نقدر نعرف الافكار اقول ولا هي والله يعني الافكار الله يسلمك هي كانت يعني انتوا اشتغلتوا على سكتشات الحين صح؟ احنا اشتغلنا اول شيء سكتشات. اي نعم. يعني في البدايه كان كل فنان يشتغل بروحه، فانا تعاونت مع مبارك المالك زميلي وحطينا افكارنا مع بعض، انا اشتغلت بروحي وهو اشتغل بروحه. لكن عقب لما اجتمعنا في التنفيذ لازم نسوي تصميم يكون مشترك بيني وبينه. فدمجت الشغل الاثنين. جميل. شغلي مع شغله. على اساس نحول هذا العمل اللي شنو الافكار؟ نقدر نعرفها الفكرة ولا؟ الفكره الله يسلمك كانت تعتمد على البر والبحر. البر أي. والبحر ممكن نقول البحر اللي هي مثلا حضارة الغوص صيد اللولو، فهذه حضارة من حضارات الدولة. أيضا عندنا المجتمع، المجتمع يتكون من أب وأم وبنت وولد، فهذه أساس كل بيت، فهذه كانت يعني الأسرة الأساسية. الأسرة يعني إيه كونها كأسرة كمجتمع، فهذه هي كان التركيز على هذا الشيء. أيضا من الأشياء المهمة عندنا في دولة قطر كل بيت فيه نخلة، عرف شلون؟ فالنخلة جزء من البيئة. الوردة الشفلح هي من الورود الموجودة الموسمية عندنا هنا في قطر، فحطينا هذه العناصر الأساسية فربطناها مع البحر، ربطناها مع الحضارة اللي هي العمارات اللي سايرة والعمرار اللي سايرة في لوحات مختلفة ولا كلها في لوحة لا واحدة؟ كلها بانوراما واحد في لوحة يعني واحدة عمل واحد بتكون جدارية. هي على جدارية بتكون على شكل مكعب لكن المساحة الكلية 55 وين بيكون مكانها؟ متر مربع. هي تم انتهاء منها، موجودة حاليا في القسم الشمالي من الإكسبو. أي. نعم نعم. يعني بس تفضل دكتور. فكانت هي عباره عن بانوراما كامل، يعني يربط الحضاره القديمه والحضاره الحديثه. جميل. فهذه كانت الفكره مع ربطناها مع 2030 رؤيه قطر. يعني جميل، يعني جمعتوا ما بين البيئه، سواء البيئه المحليه او نعم. حتى البيئه البحريه والبيئه البريه، وجمعتوا ايضا المجتمع نعم. بشكل عام كاسره نعم، والعمارة التقليدية يعني نعم. جمعتوا هذا كله في عمل نعم واحد في عمل واحد نعم. ودي انتقل عبد الرحمن آل إسحاق، مهندس عبد الرحمن آل إسحاق، يعني كيف تم تنفيذ هذا العمل من خلال التعاون مع إحسان؟ يعني كيف تم تطبيقه على ارض الواقع؟ طبعا هم تواصلوا معنا وشرحوا لنا الفكره، وكان في تحدي ان كيف التواصل مع فنانين وتقول لهم تعالوا شاركوا معنا، خصوصا ان فن الجداريات الفنانين التشكيليين يعني هذا مش نوع من مش العمل اللي هم متعودين عليه، فكان في نوع من التعاون. فاحنا دخل الفنان مبارك لانه يعني ماهر في هذا الفن وهذا الفن يمثله تقريبا، فشفنا انه يكون بين يعني فنانين، فنان مخضرم في الفن التشكيلي وفنان مخضرم في فن الجداريات، واشتغلوا مع بعض. طبعا الكل يستفيد من الثاني، اتوقع هاي التجربه كانت يعني مثريه للطرفين. يعني مثل ما قال يعني عبد الرحمن آل إسحاق، عبد الرحمن مطاوعه، يعني ممكن يعني كل فنان له بصمه معينه او له يعني مجال معين او تخصص معين في الفن التشكيلي سواء او حتى في الجداريات. يعني وهذا العمل هل شكل لكم صعوبه انت بالنسبه لك كفنان تشكيلي، لانه يتطلب منك عمل او جهد مثلا مع فنان اخر له مثلا تخصص اخر او عمل اخر، فممكن يكون يعني التعاون بينكم صعب او ان الافكار ممكن تطلع بشكل اصعب؟ والله بالعكس، انا بالنسبه لي يعني كون ان هذا المشروع يعني اعطاني دافع ان انا اقدم مشاريع ثانيه. ليش؟ لان الفكره في عمليه التنفيذ يعتمد على مهاره الفنان، كل فنان له قدره معينه على اساس انه يقدر يرسم اذا كانت مساحه كبيره او مساحه صغيره، فهذه مهاره. صحيح. فطبعا كل واحد لما يجرب يعرف الامكانيات اللي يقدر يستغلها ويبرزها في هي خلال يعني العمل. ما شكلتكم صعوبة؟ لا والله ما في صعوبة، صعوبات ما في صعوبات. يعني مثلا يعني من ناحية الفكرة، من ناحية التصميم، لا هذه الفكرة يعتمد على كل واحد وثقافته، عرفت شلون؟ فأنا لما سوينا قعدنا اشتغلنا الفكرة كانت هي المحور الأساسي للعمل، هي أهم شيء. يعني هي اللي طلعت نبتة مثلا زهرة الشفلة، هي اللي طلعت مثلا النخلة، هي اللي طلعت الأسرة، هي اللي طلعت الغوص. اللولو، حضارة الغوص، عرف شلون؟ هي طلعت العمارة. طيب عبد الرحمن أنت كفنان، أنت كفنان الحين فنان تشكيلي ممكن يرسم على لوحات بأحجام معينة، نعم، شو الفرق بين هذا الفن والفن الثاني أنه أكتب على جدارية؟ شوف، الفن التشكيلي يعتمد على خمسة أشياء. أوكي؟ عندك التصميم، التصميم يعتمد على التصميم الداخلي والتصميم الخارجي، اوكي؟ وعندك الجرافيك، الجرافيك يعتمد على الاشياء المطبوعه والاشياء
الجرافيت اللي هي الاشياء مثل الجداريه هذه. نعم. عندك الخزف يعتمد على الاواني ويعتمد على الاعمال الفنيه، عندك التصوير اللي هي اللوحات التشكيليه، عندك النحت، النحت كذلك نفس الشيء، النحت الخارجي، هذا كله فن تشكيلي، هذا كله يعتمد على الفن التشكيلي. يعني نقدر نقول جداريات من ضمن الفن التشكيلي، من ضمن التصميم، من ضمن التصميم والجرافيك، هو يعتمد على الجرافيك. بس انا كارسم على لوحه مثلا عندي داخل المعمل، هاي تصوير، اي يعني قصدي انا، وبعدين ارسم على لوحه كبيره، في يعني ما في فرق؟ في فرق في المقاسات. اي المقاسات هني انت تشتغل على واحد على واحد، لكن لما انت تشتغل على مساحه كبيره فانت تشتغل واحد على عشرة. هذا هو الفرق. نعم. هني انت عندك سنتي واحد، لكن هناك عندك في المساحه الكبيره عشرة عندك متر. اي اذا انت عندك 10 سنتي لكن هناك يطلع 10 متر، هاي الفرق. هاي مثل صعوبة وتحدي؟ لا ما فيها صعوبة، على حسب الفنان، أنا قلت لك يا على حسب مهارة الفنان، مو بكل واحد يقدر يشتغل. نعم. بعدين الواحد لما يجرب غير لما يتفاجأ مرة واحدة يشتغل عمل كبير مرة واحدة. جميل. لأنه ما يعرف شلون مثلا يستخدم مثلا سبري، هل يقرب يبعد، هذه كلها تقنيات لازم يكون أيوة. واحد يحافظها يعني. صحيح. عرفت شلون؟ احنا بنتكلم على تفصيل العمل يعني كيف. نعم. راح نتكلم على تفصيل العمل كيف عملتوه بالضبط وكم استغرق من الوقت، لكن ننتقل للمهندس عبد الرحمن الإسحاق، يعني كيف كان اختيار آلية اختيار الفنانين نفسهم يعني المشاركين في هذا العمل، يعني هل وجدتم صعوبة يعني في مثل هذا العمل، خاصة انه يعمل مثلا مثل الخلطة يعني ما بين مثلا فن تشكيلي او لا جدارية، يعني ظهور بصورة معينة او فكرة معينة؟ راح نحب نخلي الفنانين هم يعني ياخذون راحتهم دائما، يعطون افكارهم، يبدعون في يعني هم يشاركون افكارهم، احنا نحب ما نملي عليهم قدر المستطاع، لكن كان المهم ان الفنانين يعرفون شنو الفكره وراء، يعني خصوصا في الاكسبو، يعني انت الحين عندك اكثر من فكره، عندك الاكسبو، عندك كبار السن، عندك الثقافه العامه، انت كيف بتدخلها كلها في جداريه واحده، وكيف تخليها في جداريه واحده بدون ما تكون يعني مجبور، يعني احط افكار بس راميها، وما شاء الله يعني ابدعوا فيها ويابوها بصيغه حلوه. انا اعتقد الفنان عبد الرحمن قال اعتقد 16 او 17 فكره يعني مروا خلالها يدرسوها وغيروها، فالاليه هاي تاخذ وقت عشان تبدع، وما كان عندهم وقت وايد الصراحه، يعني كانوا يعني مضغوطين، وبالاضافه انهم اشتغلوا يعني في الجو ما كان مساعد، لكن هم جاهزين حق لما الجو يكون مساعد، يعني في عز الرطوبة. نعم. الله يعطيكم العافية. احنا يعني لو نعطي المشاهد مثلا يعني شنو الهدف من هذا العمل عبد الرحمن؟ الهدف من هذا العمل الله يسلمك، اول شيء هو الاحتفال بيوم كبار السن في العالم، فلهذا السبب تواصلوا معنا مركز إحسان، قالوا نبي نحتفل هذا اليوم بجدارية، وأحسن مكان لقيناه إنه مع الإكسبو. صح. فهذا يعني عدة أشياء في وقت واحد، والجدارية راح تبقى يعني إن شاء الله لفترة طويلة. طيب المكان وين؟ مكان الجدارية وين؟ عشان بس نوضح للسادة المشاهدين أو حتى الزوار اللي ممكن يزورون المعرض، يعني وين ممكن يشوفون هذا الجدارية؟ أعتقد عند مبنى الوزارة. صحيح الإكسبو. نعم. الجهة الثانية. الجهة الشمالية. المنطقة الدولية يعني. نعم. في المنطقة الدولية. نعم. الله يعطيك العافية. بدي أتقل للفنان عبد الرحمن المطاوعة، يعني عبد الرحمن السمي، نبغى نعرف تفاصيل العمل، يعني أنتوا خلاص وجدتوا الفكرة، قعدتوا في جلسة على قولتهم عصف ذهني إلين ما طلعتوا بالخلاصة يعني في هذا العمل، الآن آلية التنفيذ، إحنا نبغى نعرف آلية التنفيذ كيف بديتوا، خاصة أن أنت في فن تشكيلي وهذا فن جداريات، كيف كل واحد مثلا تعاون في بداية العمل، كيف الأخطاء اللي واجهتوها، الصعوبات، ما ذكر عبد الرحمن الإسحاق يعني كان من المعوقات الكبيرة كانت الجو، أو الجو اللي كان موجود يعني كان رطوبة شديدة يعني شاهدناها في الأيام اللي طاب في عز القيل. اي والله تأقلمنا الصراحة يعني مع الجو، تأقلمنا معه في البداية. أول ما جينا طبعا في البداية أن أنت لازم تتأكد من السطح اللي أنت بتشتغل عليه، على أساس أن أنت بتشتغل عليه عمل راح يدوم يعني عدة سنين. فأول شيء طبعاً الجدارية لازم تكون مسنفرة منظفة، ما فيها أي نتوءات ولا أي تصدعات ولا أي شيء تأكل فيه الصبغ كجدارية، ولازم تكون ملسة. هذه طيب يعني هذه أول شيء. طيب الجدارية هي عبارة عن يعني
طابوق؟ ايه لازم تكون طابوق يعني لازم تكون عشان اوضح للمشاهد. لا مش طابوق، تكون مصبوغه يعني مصبوغة. مصبوغة عليها بلستر مثلا مصبوغه. اهم شيء يكون السطح املس عشان لما تشتغل تشتغل وانت مرتاح، ما فيها نتوءات بارت او خارج. يعني مثلا في بعض الجدار يكفيها يعني ريليف شيء بارز. فهذه كانت اول بدايه تركيزنا على العمل، صبغ الجداريه كاساس على اساس انها تتسكر بمعجون وبصبغ وكل شيء كاساس كامل، تكون صالحه للاستخدام. اي نعم. او للعمل. إيه؟ للعمل، تكون صالحه للعمل. وبعدين لما طبعا اداره المتاحف ما قصروا، فور المقاول جهز لنا المكان، صباغ جهز لنا كل شيء، وبعدين بدأنا نشتغل. بدأنا اول شيء بالمقاييس، المقاييس على المساحة، حسبنا المساحة كلها كاملة، قسمناها، قلنا هذا المكان راح يكون في هذا الجزء، وهذا المكان في هالجزء، وهذا المكان في هالجزء. هذه أول بداية التوزيع. وبعدين خلاص قلنا نشتغل، قلنا خلاص أني بكرة نشتغل. فهذا كان أول يوم، كان توزيع العمل على الجدار كله يعني كامل. كل واحد خلاص يعرف شغله يعني. كل واحد يعرف مكانه أو ماسك قسم معين. أو نعم. مكان معين أو مساحة نعم. معينة. أي نعم. فهذه كانت أول شيء. وبعدين ثاني يوم جينا بلشنا يبنى الطباشير، وقعدنا نشخبط هني ونصلح من هني لين عدلنا كل شيء. ثاني يوم بلشنا بالتلوين في المساحات اللونية اللي عندنا، لأن عندنا مساحة كبيرة يعني ما شاء الله 5 متر فوق والطول 11 متر، ف 11 في 5 تقريبا الطول كله كامل. حطينا التصميم، قلنا هني هاللون هني هاللون هني هاللون، فقمنا وزعنا. عقب ما وزعنا بدأنا يعني نحدد تفاصيل الموجودة في العمل. فبدأنا نرسم الأشخاص، بدأنا نرسم الأشكال اللي احنا حطيناها، العمارات، الكورنيش، الألوان، بدأنا نوزعها. وردة إكسبو نفسها بعد أيضا ضفناها في العمل نفسه على أساس أنها تكون يعني من ضمن الفعالية. وهذا يعني اللي اشتغلنا تقريبا 3 أيام في معدل تقريبا 10 ساعات خلصنا العمل. أتوقعت خدتوا مدة أطول يعني ما شاء الله عليكم 3 أيام. اي نعم خلصتوا العمل بس 3 ايام اليوم الواحد 10 ساعات. اي اصعب مرحله. نعم اصعب مرحله. ايش اصعب مرحله؟ اللي هي المرحله الاخيره. الاخيره اي بس هي كانت فرحه بالنسبه لنا. نعم. كنا احنا مضغوطين انه لازم نخلص يعني بكره لازم نخلص على اساس انه اليوم اللي راح يكون كانت اصعب مرحله لانكم كانت اصعب مرحله لانكم مضغوطين. كنا مضغوطين. لا لو انا قلت ان مش مضغوطين انتم، ايش اصعب مرحله في العمل بصفه عامه؟ شوف هي البدايه العمل بالنسبه للتلوين العمل على الجدار بيكون سهل لان انت عندك مجرد صغر يعني قوطي مضغوط وتبدا ترش بس فيوزع لك على المساحه اللي انت تبغيها. سواء اذا كانت مساحه كبيره فلازم تغير الرش يكون مساحه كبيره، اذا مساحه صغيره لازم تغير البخاخ نفسه على اساس يعطيك مساحه صغيره. فكان هاي تركيزنا. فتخيل انا قاعد اشتغل في يدي 3 قواطي 4 قواطي غير المغاطي اللي قاعد اغيرهم كل شويه اغير كل شويه اغير هاللون هاللون. فكانت هاي الصعوبه اللي كانت فيها. ما عليه والاثر موجود وبيستمر. نعم؟ الاثر موجود. إيه عملكم ان شاء الله بيستمر مده طويله وفي افكار جميله جدا. احنا مستمرين معاكم مستمر معك عبد الرحمن، لكن انتقل الان الى اديب قناه الريان محمد عبد الله من احد اروقه المعرض. تفضل يا محمد الكلمه عندك. مرحبا مشاهدينا الكرام وحياكم الله اخواننا في الاستديو، مسي عليكم ومسي ايضا على مشاهدينا الكرام اللي تابعون شاشه قناه الريان الفضائيه. حياكم الله في معرض اكسبو 2023 الدوحه للبستنه. وطبعا انا اليوم موجود في جناح من اجنحه دول المغرب العربي، وطبعا هذه الدوله هي تونس الخضراء، ومعانا من الجناح التونسي الاستاذه امل. تكلمنا عن الجناح التونسي استاذه امل، حياك الله. مرحبا بكم. مرحبا الساده وحياك الله طبعا في معرض اكسبو 2023 البسنه. نتمنى انكم تستمتعون بالمعرض. شكرا شكرا. نرحب بالمشاهدين نتاعنا ونرحبوا بكم في دوله قطر، هي دوله نتاعكم انتوما. هذا جناح تونس الخضراء. تونس اسم على مسمى، بلد الخضر بلد الغلال. حبينا في هالجناح هذا نقدموا شويه حاجات يعني القليل والقليل من اللي موجود في تونس من خضروات من موروث الثقافي نتاعنا خاصه. استاذه انت اول طبعا ما دخلنا مشاهدينا الكرام نفس ما تشوفون هذه شكل خريطه تونس. طبعا نفس ما ذكرتي لنا استاذه امل في كل منطقه في انواع من المحاصيل انواع من النباتات.
نحن تونس الخضراء فيها 24 ولاية أي 24 محافظة. كما تشوفوا مثلا الشمال الموجود فيه مثلا الوطن القبلي معروف بالبرتقال، يعني الحوامض الليمون، عنا مثلا بيجة معروفة بالقمح أحسن أنواع القمح، عنا مثلا هوني في صفاقس أكبر حقل زيتون في العالم، برغم أنه تونس كلها زيتون، في كل ولاية موجودة فيها زيتون. عنا هوني مثلا الجنوب معروف بالتمور، وأحنا عنا من أفضل أنواع التمور هي دجلة النور، وأكيد الناس الكل يعرفوها. أكيد طبعا أستاذة، نفس ما شفنا قلت لنا هذه الأسرال موجودة عندكم yes. في تونس إلى الآن يتم استخدامها لليوم نستخدمه فيها. هذا شغل يد، هذا السعف نبتة نستخدموها للقفة، وعندنا أيضا نوع آخر من السلة هي قفة السمار. السمار استعملوه حتى قبل المصريين القدامى، ما يخليش الغبار يتعدى. مثلا هاو نبتة السمار، نبتة السمار معجلت هوني، هذه مستحيل يتعدى يعني الغبرة الغبار والأتربة تحفظ. أستاذة، بشكل عام دائما احنا في هالمعرض نركز على الوعي البيئي والاستدامة بشكل عام، فهل هذه الأشياء بعد هي من الأشياء اللي يتم إعادة تدويرها؟ نحن في تونس بلد يحافظ على البيئة، بلد اهتماماته منتوجات صديقة للبيئة، اهتماماته الموروث الثقافي امتاعنا اللي هو يحافظ على المواد النباتية البستنة. هذه احنا ولت عنا ثقافة موجودة مغروسة فينا من ألف السنوات، معناها من احنا جينا للدنيا نعرفوا أجدادنا وصيت أجدادنا لأنه نحافظوا على الموروث البيئي امتاعنا. ما شاء الله. وطبعا مشاهدينا الكرام، نفس ما تشوفون هذه الأشياء نفس ما قالت السادة أمل يتم استخدامها الآن وأيضا في الماضي في تونس، صحيح السادة؟ أكيد، هذا أصلا موروث ثقافي متاعنا، احنا نعتبروه الأشياء التقليدية، لازلنا لليوم نحافظوا على الموروث متاعنا. مثلا هاك تشوف مثلا بعيد النحاس اللي نستخرجوه من الأرض، النحاس مشغول بشغل اليد، وعنا الفخار اللي يطيب أحلى ويكون الأكل متاعنا طيب. أستاذة، بشكل عام هذه الأشياء الموجودة احنا دائما نقول عند الحريم عندنا في قطر دول الخليج بشكل عام، اللي هو القلاصات البيالات بشكل عام، هذه هاي نوع من أنواع الصحون. هذا الصحن نقدمه فيه التمر. حلو، التمر. ايه، نحطه فيها التمر وتكون أحلى تقديمة. وتعرف انه النحاس هو مضاد للبكتيريا، يستعملوه المستشفيات، فنحن هذا نقدمه فيه للأكل متاعنا، وبالعكس باش نحافظوا أكثر على الصحة متاعنا. حلو. نمشي طبعا مشاهدين الكرام، وحياة أستاذ أمل. طبعا نفس ما تشوفون مشاهدين الكرام، هنا عندنا في الجناح التونسي مستخدمين نفس ما قالت أستاذ أمل النحاس بشكل عام، وأيضا فهو مضاد للبكتيريا نفس ما تقول أستاذ أمل. كما نقول زادة، احنا عنا هوني الخضروات المجففة نستعملوها، كما قلنا احنا تونس بلد البرتقال، هذا البرتقال مجفف مثلا نستعملوه في الاكل خاصه في التاي، نحطوه في التاي، ذاك علاش احنا التاي المغربي يقولوا لي هو التاي التونسي، نحطوه نطيبوا يلذذ الاكل. هذا كمان العنب المجفف، تونس مشهوره بالعنب، مشهوره ببرشا خضر، وهذه انواع متاع الهريسه اللي احنا مشهورين بشعب الهريسه. طبعا يا استاذه، بشكل عام هذه الاشياء موجوده هل بس لكم يعني للعرض في الجناح التونسي، او هل ايضا معروضه للبيع؟ لا، الاكل ماهوش معروض للبيع، لكن المنتوجات البقيه معروضه للبيع. هذا اهم، هذا بالنسبه لنا احنا الكنز نتاعنا كما نقولوا نحن، زيت الزيتون التونسي اللي هو من افضل انواع الزيتون. انتم معروفين في تونس بالزيتون، هذه فخرنا، هذه البرود نتاعنا، الفيغتي نتاعنا هو زيت الزيتون. احنا من اكثر البلدان اللي تنافس على جوده الزيتون، زيت الزيتون، وبالعكس شجرة الزيتونة هي الأصالة متاعنا. مثلا في تونس أي مكان تروح أكيد باش تلقى شجرة الزيتون مغروسة، يعني حاجة ثقافة متاعنا الزيتونة. طبعا أستاذة، نفس ما ذكرتي لنا أيضا عندنا الأشياء التراثية وأيضا المنتجات المعروضة، التقاليد في تونس مشاهدين الكرام، التقاليد، وعندكم أيضا الأشياء المنتجات الثقافية الموجودة هني عندنا في الجناح التونسي وفي بلاد من البلدان المشهورة في الخضار بشكل عام.
البسيسة التونسية. البسيسة التونسية فما بسيسة قمح، فما برشا أنواع من البسيسة، كل بسيسة كيفاش. البسيسة هذه كما نقولوا نحن أي تونسي لازم من صغره لازم يعرفها، يربى على البسيسة، معناها هي من تقوي الإنسان في جسمه، ومن حاجات الطبيعية اللي فخورين أنه نحن مازلنا لليوم وارثينها من عند أجدادنا. لا طبعا سودا، ممكن نتكلم بس عن ال، احنا نقول هذه ما ادري هل هي نوع من انواع الزوليه او الزوالي الموجوده عندنا؟ تسموها انتم السدو، نحن نسميها المرقوم. المرقوم هذية صنعوه الامازيغ، السكان الاصليين لشمال افريقيا. الالوان طبيعيه، ممنوع يستعملوا مواد كيميائيه. المواد تكون من الخضروات، مثلا هذه لون الجزر، يعني الالوان المستخرجه لازم تكون الالوان المستخرجه من الطبيعه ومصنوعه باليد كما تشوف. ان شاء الله نفس ما تشوفون مشاهدين الكرام، نفس ما قالت الساده امل، الالوان بشكل عام هي يعني الوان ماخوذه من الطبيعه دون يعني محافظه على البيئه، دون الكيميائيه بشكل عام. ممنوع نستعملوا مواد كيميائيه، لازم مواد طبيعيه، لانه احنا لازمنا نحافظوا على الموروث نتاعنا البيئي، وهذه هي مسؤوليه خذيناها من اجدادنا ولليوم، واحنا ان شاء الله باش نورثوها حتى لاطفالنا لاولادنا. اكيد الساده امل. قبل ما نختم الساده امل، بنتكلم طبعا عن الرساله اللي توجهونها بشكل عام من خلال هذا المعرض، من خلال مشاركتكم في معرض اكسبو 2023 الدوحة للبسنة. فهو معرض يشمل بشكل عام المزارع، البيئة بشكل عام، وطريق يعني المحافظة على البيئة بشكل عام. شنو رسالة الجناح التونسي المشارك في هذا المعرض؟ جناح التونسي أكيد كما الأجنحة الكل اللي قطر استضافتنا، نشكرها أول حاجة على المشاركة اللي خلتنا نعطينا الموروث الثقافي متاعنا نشاركوه مع إخوتنا العرب والأجانب، خاصة كان المشاركة الأجانب كبيرة برشا. احنا لازمنا نحافظوا على الموروث البستنا متاعنا الفلاحة. تونس معروفة أنه هي تعمل على السياحة الفلاحية، كما السياحة كما عنا الناس يجيوا يزورونا باش يشوفوا البلاد متاعنا ويشوفوا الثقافة احنا عنا نعملوا على الزراعة الفلاحية، لأنه كما قلت كل ولاية فيها نوع من أنواع الخضار وفيها نوع من أنواع الغلال، معناها اللي خلينا أنه نعرفوا وأنه نحافظوا على المنتوجات. يعني بشكل عام يتعرفون الناس على أنواع الثقافة الموجودة هنا أيضا في الأكسبو، وطبعا أكيد لازم يزورون الجناح التونسي. السادة أمل استمتعت معاك، كل الشكر سادة أمل. فما معلومة صغيرة بركة، أنه إحنا إن شاء الله بما أنه تعرفوا تونس بلد فيها 4 فصول، كل فصل فيه نوع متاع غلال، فإن شاء الله باش تشوفوا في كل فترة نوع من أنواع الخضر، وفرصة أنكم تجربوا تشوفوا الخضر متاعنا والغلال متاعنا. وكما تعرفوا تونس بلد الياسمين، بلد الزيتون، إن شاء الله نوصلوا لكم وتشوفوا كيفاش إنه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله لنا جايات ثانية، ومشكورة أستاذ أمل. شكرا، وشكرا مرة أخرى لدولة قطر اللي خلتنا نشوفوا نعرفوا الدول الأخرى شنو الموروث البستنا متاعنا والفلاحية متاعنا في تونس. العافية. وطبعا مشاهدينا الكرام، هذه فرصة انكم تزورون الجناح التونسي وايضا تتعرفون على نفس ما ذكرت السادة امل مشكورة من الجناح التونسي على ثقافات الدول وايضا ثقافة تونس الخضراء، بلد من بلدان المغرب العربي اللي عندهم ثقافة جميلة جدا وعادات تقاليد جميلة جدا. طبعا مشاهدينا الكرام، لازم انتم تزورون وتتعرفون على ثقافات الدول الزراعية وايضا عاداتهم وتقاليدهم. هم ايضا موجودين معنا لمدة 6 شهور لين تاريخ 28/3. مشاهدينا الكرام، هذا كل اللي عندنا للحين، ونرجع لكم اخواني في الاستديو. نشكر الزميل محمد عبد الله، الله يعطيك العافية محمد، على هذه النبذة الجميلة من الجناح التونسي في جمهورية تونس الشقيقة، الله يعطيك العافية يا محمد. نرجع لضيوفنا الكرام، مهندس عبد الرحمن الإسحاق مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر، وأيضا السيد عبد الرحمن المطاوعة الفنان التشكيلي، مرحبا بكم من جديد. كنا نتكلم قبل ما نطلع سمي موضوع العمل، وصلت إلى خط النهاية، كان يعني قالكم خالد أبرز الصعوبات اللي واجهتوها، نبغى نكمل هذا المشوار، يعني خطوة نهائية، متى خلصتوا؟ شلون خلصتوا؟ كيف كانت النهاية؟ كيف الواحد شفت العمل بعد هذا التعب 3 أيام في عمل مضغوط من خلال يعني في معدل 10 ساعات في اليوم، خلال خاصة في هذه الأجواء وفي هذه الأجواء الحارة، وأيضا توصل الفكرة بشكل سريع وخاصة في هذا العمل الفني الدقيق؟ طبعا كان شغلنا مرتب، يعني كنا نجي من الساعة 3 نطلع الساعة 9، فعندنا 6 ساعات شغل، 6 ساعات فيه وقت فراحة وفيه وقت شغل. وقت الواحد يشتغل يعني ساعات أنا أرتاح، ومبارك كان معاي يشتغل وقبها ويرتاح، أنا أكمل باقي، فهو يكمل جهة أنا أكمل جهة ثانية، فكان فيه توافق ما بيننا في العمل.
وطبعا انا اوجه تحيه وشكر للاستاذ مبارك لان تعلمت منه اشياء كثيره في مجال المساحات الجداريات الكبيره، لانه هو له يعني سابق اكثر في اعمال الجداريات. طبعا خلصنا احنا كل الجداريه اللي تاريخ تقريبا يوم 9 و10، كان في ضغط علينا لان لازم تاريخ 10/10 نخلص العمل على اساس اللي هو يوم اللي هو للعجزة من مركز إحسان، فكان فيكون في يكون متواجدين كبار السن. نعم يكون متواجدين كبار السن. نعم فكان لازم احنا نخلصها في هاليوم على اساس انهم يجون يكونون يدشون العمل. طيب الحين ابرز شيء مر عليكم، يعني شيء صعب يعني ممكن لا سمح الله ممكن كان ممكن يخرب العمل، ممكن يروح منحنى اخر، يعني هل الجو كان يساعدكم؟ يعني موضوع الرطوبه، يعني الجو كان حلو بس اخر 3 ايام صراحه كان يعني شوي متعب. رطوبه اي والله كان شوي رطوبه. وهل هذه الرطوبه تاثر على العمل ولا كجداريه ولا الالوان؟ طبعا هي ضد الماء، هذه احنا اللي احنا نستخدمها لان احنا استخدمنا اجود انواع الالوان اللي هي تصلح للاستخدام الخارجي. جميل. هذه واحد. بعدين احنا لما خلصنا الجداريه اعطيناها غاط ثاني بعد يحافظ عليها عن الرطوبه وعن كل شيء. جميل. فهذه هي الفينشينج للعمل الاخيره، اللي هي المرحله الاخيره. بس قبل احنا نخلص العمل خلينا بعض المناطق يعني ما خلصناها اللي هي تمليه بعض الالوان، خليناها حق العجزة على أساس لما يجون في يوم 10 يجونهم يتششون لهم في يومهم، فكان يوم وايد حلو صراحة. خليتوا حق كبار السن هم اللي إيه؟ نعم. هم اللي خلصوا هم اللي ياو كملوا لها، يعني احنا خلصنا 90% أو 95% فهم ياو خلصوا 5%. خليتهم يعني يشاركون معاكم في العمل. وهذه بادرة طيبة صراحة. الحمد لله يعني الأخوة في إحسان. نعم. هم مثل ما ذكر عبد الرحمن أن هي كانت لكبار السن. نعم. الجدارية لكبار السن، حلو من الفنانين أنه خلوا مساحة لكبار السن انهم يشاركون في هذا العمل. لو نتكلم عن الاعمال القادمه بالفن. نعم. العام، يعني هل هناك في مستجدات؟ هل في شيء جديد؟ متاحف قطر دائما يكون عندها برامج طول السنه. خلال البرامج احنا نحاول ان نوفر فرص معينه للفنانين المحليين القطريين اللي احنا نفتخر فيهم. فالقادم ان شاء الله الشهر الجاي في نوفمبر راح يكون في مهرجان دولي للجداريات، وراح يكون النسخة الثانية في الدوحة، وراح يكون إن شاء الله في ميناء الدوحة القديم. فإحنا جدا متطلعين لهذا يعني المهرجان. بعدها أيضا في مثلا في فبراير راح يكون في أيضا قطر تبدع. وبين المهرجانات إحنا دائما نرتب لأعمال فنية من مهرجان لمهرجان، ننسق مع الفنانين يعني سواء كان منحوتات ولا كانت مجسمات ولا كانت جداريات، دائما ننسق إنه يكون تدشين العمل الفني مع هذه المهرجانات. عندنا عمل فني إن شاء الله قريبا راح يتم الإعلان عنه للفنانة بشاير البدر، وأيضا عمل فني راح يكون إن شاء الله في نهاية فبراير القادم لفنان عالمي رشيد جونسون، من أحد أهم الفنانين في العالم. جميل جميل. عبد الرحمن قبل ما انتقل سمي يعني نتكلم، عندكم مشاركات في معرض اكسبو الدوحه غير هذه الجداريه يعني بالتعاون مع احسان؟ هل لكم مشاركات، لكم برامج تقومون فيها في وجود هذا المعرض او لا؟ نعم، بالنسبه لمتاحف قطر فيها مشاركات، في تعاون كبير للامانه. ما اعرف يعني في شيء كثير يعني يستوي تنسيق كبير، فانا مش الشخص اللي يعني المناسب للرد على هذا الشيء، لكن اعرف ان مثلا متحف ددو للأطفال مشارك بشكل كبير لأنه جزء أصلاً من الحديقة وجزء من المعرض. معرض متحف السيارات اللي راح يكون في المستقبل موجود أيضاً مشارك أعتقد بالدراجات الهوائية، ففي مشاركات كبيرة من جهة متاحف قطر. إحنا نتكلم عن جداريات عبد الرحمن مطاوع، يمكن يعني هذه تجربة جديدة بالنسبة لك تكلم عنها. هل لاحظت الجداريات اللي موجوده مثلا في الانفاق في الجسور؟ لاحظت الجداريات اللي موجوده في الانفاق في الجسور المتوزعه في 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 الدوله؟ نعم. ايش رايك فيها كفكره موجوده؟ طبعا كل فنان له اسلوبه وطريقته، يعني مثلا يك واحد يعني مثلا مهتم بالزي فراح يسوي تصميم كله عن الزي، فطبعا هذا الشيء الزي على كل فنان. الزي قصدك الزي التقليدي؟ الزي مثلا الزي ملابس. اي زين، فيشتغل على زي الملابس من. نعم. زخارف، من نقط، من خطوط، من هاي، فيك فنان بهالطريقه. يجيك فنان اخر لا والله يرسم طبيعه. يجيك فنان اخر، هذه هي المهاره اللي انا كنت اتكلم عنها من البدايه. ان كل فنان له مهارته
الشخصية. في كل فنان عنده قدرة في التصميم، في فنان ما عنده قدرة في التصميم بس يعرف يرسم، لكن لما يصمم ما يكون عنده قدرة في التصميم. فهذا هو الفرق ما بين المبدع اللي يعرف يصمم ويرسم وما بين الفنان العادي اللي هو الرسام. هذا هو الفرق. طبعا كل تصميم وكل يعني مشروع لما تيجي تقدمه لازم انت تدرسه من جميع النواحي. يعني انا بالنسبه لي في قسم الجرافيك في تلفزيون قطر يعني يعني تعلمت اشياء كثيره في التصميم. فبدينا نصمم، بدينا نسوي، بدينا عرفنا شلون نكبر شلون نصغر. بالنسبه للوحات نفس الطريقه، عندك صوره صغيره شلون تكبرها شلون تسويها بالمقاس اللي انت تبيه. فهذه كلها كانت مقاييس وادوات الفنان يستخدمها في عمله. لو عبد الرحمن اتيحت لك الفرصه في انك ترسم جداريه، ما اسمع ايش؟ لو اتيحت لك الفرصه انك ترسم جداريه، ايوه، وين بترسمها وايش الموضوع؟ والله شوف، اول شيء اشوف المساحه وبعدين افكر في الموضوع واحط فكره، والفكره هذه لازم تكون مرتبطه بالتراث بالعادات بالتقاليد. انا كفنان تشكيلي اشتغل على هذا الشيء. لما انا احط العادات والتقاليد وفكري انا كفنان واحط فيها موضوعي واحط فيها الفكره كلها واي ارسمها واجسدها كلها كامله، فهني تطلع الجداريه بانوراما من اروع ما يمكن. وين بتكون؟ عاد وين بتكون هذا يعتمد على حسب المكان اللي راح يصرح لك ان انت تشتغل فيه. انت وين ودك يكون؟ إيه هذا سؤالي، وين ودك يكون؟ انا في الاماكن كثير. يعني شوف، يعني مثلا في الاسياد مثلا زين قالوا راح يسوون حق مثلا الجسور، تعالوا اشتغلوا على الجسور. ف بديت اسوي تصاميم وخليته صراحه، انا ما عرضته، سويت وما عرضت في اسياد 2006 هذه 2006 هذه الاشياء القديمه. لكن من بعدها يعني مشاريع كبيره كجداريات انا صراحه يعني ما دشيت في هالموضوع. يمكن هذا الموضوع كان هو اول يعني مشروع اشتغل فيه مع متاحف قطر ومركز احسان. طيب هل هذا الشيء يعني ممكن يسببك نقطه تحول؟ ممكن إيه؟ نعم تكون ممكن انك تتحول على الجداريات؟ ممكن، ليش؟ طيب واحد يسال يعني كفنان تشكيلي يعني، وايضا ممكن اخوه او الزملاء اللي في هذا الوسط ممكن يتابعونك، هل في صعوبه مثلا التعاون؟ يعني انت كهذا يعتبر كاول عمل لك تعاون ما بينك وبين في موضوع الجداريات، يعني هل في صعوبه ولا ما في صعوبه؟ لا ما في صعوبه، بس يمكن يكون بس الحجم المكان. يعني انت متعود انك تشتغل في مكان بارد كرسام، لكن تتفاجأ تشتغل برا في الجو الحار، فهذا هو الفرق. يعني وما في ازعاج؟ لا ما في ازعاج، بس يمكن يكون الازعاج وسيله، اركب الصقاله وانزل اركب وانزل، هذا شوي الازعاج الصراحه. يعني حتى بيئه العمل تغيرت؟ اي بيئه العمل تغيرت، الادوات تغيرت، حتى الادوات. يعني انت هنا ترسم فرشه والوان عندك، هناك لا ترسم سبريه صبغ. نعم يعني هذا شيء تكون لابس كمام، وهذا شيء اول مره تسويه. نعم اول مره تسويه يعني. هذا بالنسبه لي انا اول مره، لكن كنت انا استخدم هذه الاشياء لاعمال صغيره، يعني ما كنت استخدم فيها كمشروع كبير. يعني عبد الرحمن، لان شوف كل تصميم او كل عمل فني انت بتقدمه لازم انت تقدمه بشكل مدروس. صحيح، مدروس من جميع النواحي، من ناحيه الفكره، من ناحيه التصميم، من ناحيه الرسم، ناحيه الفكره يعني اللي يعني انت تبي تقدمها. يعني احنا نقدر نسميه تحضير. ممكن انت يعني لازم تحضر قبله وتقرا الموضوع بس انت قبل تستوعبه. يعني بس انت قبل لا تحضر لازم انت تدري، يكون عندك خبر ان في مشروع راح يصير هنا، فانت تجي تحضر له مثل ما صار الحين. يعني لما اختاروني عبد الرحمن تعال راح تشتغل جداريه في اكسبو، فانا احترت وشو الشيء اللي انت تبغونه، حطيت اسئله فاعطوني الاجابات، من خلال الاجابات حطيت المعطيات، من خلال هذه المعطيات طلعت البانوراما الجدارية كاملة. عبد الرحمن الإسحاق، يعني بما أنك كنت مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر، يمكن لاحظنا في جداريات موجودة الآن في دولة قطر منتشرة يعني في كذا مكان، هل لكم أنتم دور في هذا الشيء أو جهة أخرى هي مهتمة بهذه الجداريات؟ هو جزء من برنامج جداري آرت اللي طرحته المتاحف، بدأ في 2020 وبدأ من مركز المطافي. نعم، فكانت هي النواة الأساسية. اشتغلنا مع عدة جهات في الدولة لنشر هذا الفن، ولأن هو فهم، لأن هالفن يعني هو سهل التحضير له، هو مش سهل أي. بالنسبة للفنان، بس سهل أن التعاون مع الجهات، وأيضا يعني واضح للجمهور، لأنه هي جداري. يعني مثلا احنا اشتغلنا مع أشغال نفذت جسور، نفذت أنفاق كثيرة، كلها مسطحات. صح. فكيف أنت
تخلي هالاماكن شويه يعني تحييها. فاحنا تعاوننا معهم بشكل كبير ومع جهات اخرى ان نشر هذه الجداريات حول العالم. نعم. حول قطر. حول قطر وايضا حول العالم، ان حتى الفنانين القطريين في الايام الثقافيه او في السنوات الثقافيه يسافرون لدول ثانيه ويمثلون قطر في الجداريات. احنا استضفنا يعني اكثر من مره يعني ناس من اداره، قامت اداره يعني متاحف قطر بابتعاثهم الى الخارج في مختلف يعني انحاء العالم ووضع بصمتهم الفنيه. احنا يمكن وصلنا الختام، نبغى منكم كلمه اخيره يعني. والله انا اشكر مركز احسان ومركز متاحف قطر على اتاحه لنا الفرصه واتاحه الفرصه للفنانين المشاركه في هذه المشاريع اللي هي راح تكون دائمه للجمهور وتعرف الجمهور على الفنانين. جميل. عبد الرحمن. نعم، انا اشكر قناه الريان واشكر الفنانين واشكر مركز احسان واكسبو قطر على هذا التعاون المثمر، ونتطلع على مزيد من التعاون. الله يوفقكم ان شاء الله. نشكر المهندس عبد الرحمن ال اسحاق مدير اداره الفن العام في متاحف قطر، وايضا نشكر السيد عبد الرحمن المطاوعه الفنان التشكيلي. الله يعطيكم العافيه ونشكركم على هذا العمل الجبار يعني. وانت ايضا الفنان ايضا ابراهيم مبارك المالك. مبارك المالك الله يعطيه الصحه والعافيه على هذا العمل ايضا. ان شاء الله نشوف جدارياتك عبد الرحمن في متوزعه في قطر ان شاء الله في المستقبل باذن الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير راجع لكم، لا تروحون بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. اللجنة الدائمة للسكان تنظم ندوة نقاشية بعنوان الطلاق في المجتمع القطري، الواقع والحلول المقترحة، وذلك ضمن فعاليات اليوم القطري للسكان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. Yeah.
لمواكبة مستجدات الواقع السكاني في الدولة، نظمت اللجنة الدائمة للسكان فعالية اليوم القطري للسكان التي تضمنت ندوة نقاشية بعنوان الطلاق في المجتمع القطري الواقع والحلول المقترحة. وخصصت الجلسة الأولى لتقديم صورة إحصائية وتحليلية للوضع الراهن للطلاق في قطر، فيما تناولت الجلسة الثانية أسباب الطلاق وآثاره المختلفة والحلول الممكنة للحد منه. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن. طبعاً نحتفل اليوم باليوم القطري للسكان، وهو احتفالية سنوية تتم في شهر أكتوبر من كل عام، ونحتفل هذه السنة ونحن على اعتاب تدشين السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023-2027. تكون هذه الاحتفالية إن شاء الله اليوم تنقسم إلى قسمين. الجزء الأول راح يكون يتعلق بالكلمات الافتتاحية وتكريم المشاركين السابقين، والجلسة الثانية راح تخصص للندوة الخاصة بحالات الطلاق في دولة قطر. اليوم راح تكون ندوة عبارة عن الجلسة الأولى راح تتطرق إلى الإحصاءات، فهذا شيء مهم إن إحنا ننطلق من الإحصاءات، لأن قراءة الإحصاءات والبيانات وما يتعلق بالبيانات والتحليل هذا منطلق مهم للباحثين ولمن يريد أن يبحث سواء في الطلاق أو في أي أمور أخرى. تأتي هذه الندوة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة التي زادت من معدلات الطلاق، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام. مشاهدينا الكرام، تبذل إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية الكثير من الجهود في سبيل تعزيز تنمية وحماية الثروة الحيوانية، كما تعمل على التعاون مع أصحاب العزب لزيادة الإنتاج الحيواني وإنشاء المرافق المختصة بالرعاية البيطرية والإشراف على عملية نقل واستيراد الحيوانات وغيرها من الجهود التي تبذلها الإدارة. نعم مشاهدي الكرام، والحديث عن إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية، يسرنا أن نستضيف اليوم في الاستوديو السيد صالح جار الله المري، رئيس قسم الصحة الحيوانية بوزارة البلدية. مرحبا وسهلا بك أبو حمد معنا. وسهلا حياكم الله. يا مرحبا. أبو حمد، في البداية يعني كلمنا عن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية خاصة في الدولة، في المساهمة في الأمن الغذائي بشكل عام يعني في الدولة. بداية نشكر قناة الريان على الاستضافة وتحت الفرصة لتوضيح دور إدارة الثروة الحيوانية في خدمة مربي الثروة الحيوانية ومساهمتها في الأمن الغذائي في الدولة. بالنسبة لسؤالك، قطاع الثروة الحيوانية يلعب دور كبير وبارز في الفترة الأخيرة في الأمن الغذائي في الدولة. طبعا البيانات هذه بالأرقام، احنا سنة 2016 كان مستوى نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان 28%، حاليا وصلنا لنسبة 100% من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان. بالنسبة للحوم والدواجن الطازجة ارتفعت من سنة 2016 من 17% من 50% لحد 100%، وبالنسبة للبيض المائدة ارتفع نسبة الانتاج من الاكتفاء الذاتي من 17% ل 36%. وهالأرقام خلال فترة وجيزة خلال 4 سنوات وصلنا الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الحيوانية. نعم أبو حمد، لو نتكلم عن تعاون الوزارة مع القطاع الخاص والمربين، يعني عشان نعزز الانتاج الحيواني، إدارة الثروة الحيوانية تشجع شركات القطاع الخاص ومربي الثروة الحيوانية في الاستثمار في مجال الانتاج الحيواني، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الترخيص، من خلال منحهم أراضي للدولة اللي هي أراضي العزب أو أراضي مشاريع الإنتاج الحيواني. الفترة الماضية كان فيه مبادرة تخصيص 8 قطع أراضي في مجمعات العزب، وذلك لإنشاء مشاريع تسمين وإنتاج حيواني للمربين، والهدف من هالمشروع هو الوصول لنسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء 30%. جميل. طيب أبو حمد، يعني هذه النقلة النوعية يعني من 2016 إلى اليوم 2020
2023 تقريبا، يعني 7 سنوات أو 8 سنوات، ما هي اسباب هذه الطفره يعني في موضوع الاكتفاء الذاتي وغيره؟ هل هناك مثلا التسهيلات اللي قدمتوها للمربين وحتى المزارع وغيرها في موضوع الامن الغذائي، دعم الانتاج الحيواني، دعم مثلا الاعلاف وغيره؟ احنا نبغي الاسباب اللي ادت لهذه الطفره المميزه في الحفاظ على الامن الغذائي. بالنسبه للامن الغذائي، هذا هاجس كل الدول حاليا. كل الدول حاليا عندها هاجس الامن الغذائي وتوفير احتياجاتها من اسواقها المحليه، فكان في دعم موجه للشركات وللمربين على اساس نوصل مراحل معينه من الاكتفاء الذاتي، والحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل في اكثر من منتج غذائي مثل الالبان والدواجن الطازجه، وان شاء الله الفتره الجايه بيكون بيض المائده نوصل مرحله الاكتفاء الذاتي ان شاء الله من هالمنتجات باذن الله. ابو حمد، ونتكلم عن عدد المزارع اللي تعامل معاكم وايضا عدد المربين، هل يعني تشهد ازدياد في الاونه الاخيره؟ عدد المزارع الموجودة حالياً 1016 مزرعة، وهذه فيها اللي هو منتج اللي هو المنتجات الزراعية فقط، وفيه اللي هو الإنتاج المختلط، الإنتاج الحيواني والزراعي مع بعض، وهذه تمثل تقريباً 647%. والمزارع المختلطة هذه اللي هي يكون فيها إنتاج زراعي بشكل كامل وإنتاج حيواني في نفس الوقت، على أساس إنه يقللون تكاليف الإنتاج من الأعلاف، يعني انه ما يشترونها من برا، لا تكون نعم من المزارع يعني نفسها. نعم. التعاون اللي بينكم وبينهم ايش؟ التعاون يعني مثلا تسهيل الاجراءات، تنظيم العمل، الدعم الحكومي سواء دعم الاعلاف بالتنسيق مع الجهات المعنيه، دعم مدخلات الانتاج بما في الاعلاف المركزه. فهذه الدعم اللي احنا نقدمه للمربي. ايضا في الاونه الاخيره بعض يعني بعض المرات تدعمون تسويق حتى، انكم مثلا الانتاج المحلي او من الخضروات خاصه يكون لها اسواق، واحنا نشاهدها يعني في فترات ما يكون يعني الاجواء المميزه، في ايضا دعم لهم. تمام. فيما يخص اللي هو تسويق المنتجات الزراعيه، احنا عندنا مبادرتين، المبادره الاولى اللي هو تسويق وتشجيع الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وهذا بالتنسيق مع وزاره الاقتصاد والتجاره وشركه ودام، بحيث ان المربي يسوق انتاجه بشكل مباشر بسعر عالي مدعوم من الدوله، ويباع على المستهلك بسعر مخفض. هذه المبادره الاولى. في مبادرة ثانية بعد تشجيع المربين على تسويق إنتاجهم من خلال ساحات مربي الثروة الحيوانية، عندنا أكثر من ساحة موجودة في الدولة، المربي يجيب حلاله وينزله في مكان مخصص له بدون أي وسيط، فهو ينزل كمربي للمستهلك. هو اللي يبيعه؟ هو اللي يبيعه مباشرة يعني. مباشرة يعني من المالك إلى المستهلك، إلى المستهلك مباشرة بدون وسيط، أي من خلال هذه الساحات. طيب الساحات هذه وين تواجدها أبو حمد؟ في عندنا ساحة في الشمال، في مدينة الشمال، وساحة حاليا في مدينة الخور، وجاري العمل إن شاء الله على إنشاء ساحة في الشحاني بإذن الله تعالى. تكلمنا عن المزارع، لو بنتكلم عن العزب، يعني نتكلم عنها عدد الإجمالي للعزب مرخصة ويعني مستوى الإنتاج فيها. طبعا العزب ما راح يكون فيها إنتاج زراعي بس إنتاج حيوان. صحيح. حاليا عدد العزب المرخصة عندنا في الوزارة 6795 عزبة، تمثل العزب الجوالة وعزب المجمعات والعزب خارج التخطيط. طبعا مثل ما انتم عارفين هالعزب منتشرة في الدولة من الشمال للجنوب. صحيح. الهدف الأساسي من اللي هو إنشاء هذه العزب وترخيصها هو تربية الحيوانات ومساهمة المربين في سد نسبة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. بالنسبة لمساهمتها في الإنتاج المحلي، الحمد لله رب العالمين كان الفترة اللي طافت ارتفع مستوى الانتاج من المربين نفسهم ومساهمتهم في بيع مواشيهم في السوق المحلي. سنة 2022 كان نسبة مبيعات المربين في مبادرة دعم اللي هو تشجيع المنتج المحلي كان 26300 رأس، هذا خلال سنة 2022. 26300 رأس انتاج محلي. نعم. خلال سنة 2021 كان العدد 9300. ما شاء الله. السنة اللي قبلها كان 3000، يعني تقريبا خلال ثلاث سنوات اكثر من 120 أو 140%، اللي هو 9 أضعاف السنة الأولى للمبادرة. بس نوضح للمشاهدين يمكن اللي بعيدين عن العزب وبعيدين عن هالأم، شنو هي المبادرة اللي خلت المنتجين في 2022 يزيد إنتاجهم بهذا الحجم؟ هي مبادرة بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية. نعم. أول شيء السعر المجزي للمربي أنه يكون سعر أعلى من السوق، شجعه انه يبيع بشكل مباشر عن طريق الوزاره بالتنسيق مع الجهات المعنيه. سابقا كان ينزل السوق باسعار غير مجزيه،
نعم سعر السوق المربي ممكن يكون المربي مش مستفيد فيها يبيع نعم. بسعر التكلفه نعم. لكن مع الدعم الحالي من وزاره الاقتصاد والتجاره ووزاره البلديه بالعكس تشجع المربي على تطوير انتاجه والمساهمه في هذه المبادرات. والله انت انتج واحنا بندعمك بالاعلاف ندعمك بالكذا وبنشتري بسعر الفلاني صحيح لما يوصل مثلا حجمه الكيلو الفلاني مثلا بالطريقه ذي صحيح. وبالاضافه انه لدعم اعلاف مركزه في حاله بيع ذي المنتجات عن طريق الوزاره، يعني دعم مادي ودعم اعلاف مقصود مركزة. بالاعلاف المركزه اللي هي اعلاف التسمين. اعلاف التسمين صحيح. نعم. طيب ابرز الاشياء اللي تقدمها وابرز التسهيلات تقدمونها لاصحاب هؤلاء العزب، يعني خاصه انها عددها كبير اكثر من 6000 عزبه يعني متوزعه على كل دوله قطر، اغلبهم يعني عندهم مواشي، لكن في مثلا تخوف من اصحاب العزب انه ممكن يدخلون في هذا المجال، تعرف المجال يعني يحتاج ادراك كبير ويروح الساحه معينه، سوق معين، كيف ممكن تشجعونهم من انهم يبادرون في ادخالهم الى السوق يعني خاصه السوق المحلي؟ بالنسبه لتشجيع المربي، احنا بالعكس نشجع المربي انه يتحول من مربي هاوي الى مربي مستثمر. النشاط هذا ما ياخذه كهوايه، لا ياخذه كاستثمار. وما شاء الله يعني الدوله دعمت من خلال اول شيء اللي هو توفير الادويه وتوفير اللقاحات وتوفير الارض بشكل مجاني. راح اتكلم بالتفصيل موضوع الادويه او البيطره يعني بشكل كبير ايضا بعد. وبالنسبه له الدعم وتسهيل الاجراءات سواء بالترخيص سواء بالارشاد. فكل هالخدمات مقدمه من خلال الوزاره للمربي. وحتى نعم. المبادرات التسويقيه يعني حتى المبادرات التسويقيه في المبادرات اللي ذكرتها سابقا، خاصه بعد ايضا في مبادرات في الاعياد، يعني خاصه في موضوع الاعياد عيد الفطر وعيد الاضحى. المبادره هذه هي المبادره اللي ذكرتها اللي هو تشجيع الانتاج المحلي، هذه خلال موسم رمضان وخلال عيد الاضحى. نعم احنا نتكلم بحمد عن توجه لتشجيع المربي في العزبه في عزبته انه ينتج ويسد جزء من السوق او احتياج السوق المحلي. اللي راعي العزبه كيف هل يتوجه؟ هل يسجل عزبته عندكم؟ هل يقول والله انا ممكن انا عندي حلال لكن ما انتج او انتج لي انا فقط مش للسوق؟ او ممكن يكون هاوي يعني انا اي فيعني لو انا ابي انتج لي اشارك في السوق المحلي هل لازم اتوجه لكم؟ وين يروح؟ وين يتوجه؟ هو بدايه المربي الراغب في انه يكون مشروع انتاجي ممكن يتوجه لنا في اللي هو قسم الارشاد والانتاج الحيواني، عنده برامج معينه للارشاد بما فيها بدايه تصميم العزبه كيف يكون مخصصه للانتاج، طرق تسجيلها انه يسوي له سجل مربي ثروه حيوانيه مسجل عندنا، يقدم له دعم الاعلاف ودعم المياه على اساس يبتدي مشروعه، لكن بدايه يكون من خلال الارشاد. جميل. استاذ صالح لو نتكلم على الخدمات، يعني ذكرت من ابرز الخدمات اللي تقدمونها خاصه لاصحاب العزب والمربين، هناك خدمات تختص في الطب البيطري والرعايه الصحيه للثروه الحيوانيه، نتكلم عنها بالتفصيل، يعني ابرز الاشياء اللي تقدمونها من خلال الخدمه البيطريه. بالنسبه اللي هو قسم الصحه الحيوانيه يقدم الخدمات البيطريه في اغلبيه مجمعات العزب حاليا. عندنا حاليا 10 مراكز بيطريه منتشره في الدوله، في الشمال، في الوكره، اغلب مجمعات العزب. وعندنا خطه لبناء مراكز بيطريه في مجمعات العزب. تم سابقا انشاء مركزين بيطريين في مجمع عزب الوكره ومجمع عزب الجميليه، وحاليا عندنا مركزين بتفتح الفتره القريبه، مجمع عزب ابو نخله ومجمع عزب الشمال. دور هالمراكز البيطريه اول شيء تقديم الخدمات العلاجيه. انت كمربي وصاحب عزبه اذا عندك اي اصابه باي مرض او تتوجه للمركز البيطري سواء بنقل الحيوانات من العزبه للمركز البيطري او بطلب الدكتور البيطري للاشراف على اللي هو العزبه. هذه الخدمات العلاجيه، في خدمات وقائيه اللي هي خدمات التحصين وخدمات الرش وتقدم من خلال المراكز البيطريه. واللقاحات وغيرها. واللقاحات اللي هي التحصينات. في تحصينات دوريه من خلال حملات الوزاره تسويها بشكل دائم كل موسم اللي موسم الشتوي من شهر 9 شهر 4 يكون في حملات على كل مجمعات العزب في الدوله. نعم احنا مستمرين معاك ابو حمد، ولكن مشاهدينا الكرام نطلع فاصل قصير وراجعين لكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار مع السيد صالح جر الله المري رئيس قسم الصحة الحيوانية بوزارة البلدية. يا مرحبا بكم مساء يا ابو حمد من جديد بعد هذا الفاصل. ابو حمد نتكلم على موضوع المحاجر الطبية او المحاجر البيطرية يعني بشكل خاص. ما هي المحاجر البيطرية؟ كيف استخدامها؟ كيف آلياتها؟ ما هي اختصاصاتها؟ فيما يخص المحاجر البيطرية في الدولة، احنا طبعا عندنا 4 محاجر بيطرية حاليا: محجر ابو سمرة ومحجر الشمال ومحجر المطار ومحجر ميناء حمد. الهدف الأساسي من إنشاء هذه المحاجر هو استقبال الأرساليات القادمة من خارج الدولة وفحصها والتأكد من سلامتها ومن ثم الإفراج عنها ودخولها للدولة. يعني تعتبر هذه المحاجر خط الدفاع الأول للدولة ضد الأمراض العابرة للحدود. يعني هي تعتبر من المحاجر أو الأشياء الوقائية يعني. صحيح. يعني أي مثلاً أي حيوانات مستوردة أو غيرها أو حتى الطيور وغيرها أن تدخل في هذه المحاجر سواء عبر المنافذ يتم فحصها، صح؟ صحيح، يتم فحصها والتأكد من سلامتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالإفراج ودخول الدولة أو سواء بالإرجاع المصدر الجاية منه. نعم أبو حمد، أكيد في وقت معين يتم حجرهم في هذا الوقت. صحيح، في أوقات معينة حسب حالة الإرسالية وحسب البلد اللي جاية من هذه الإرسالية، فكل دولة لها إجراء معين يختلف عن دولة ثانية. أنا أخليهم وقت معين وتأكد منهم وأفحصهم قبل لا يدخلون البلد، ممكن ينشروا لي مرض آخر. صحيح. فهذه فائدة المحاجر. إحنا يعني استفدنا الكثير من المعلومات أبو حمد من اللي قلته، لكن وصلنا لنهاية لقائنا معك. كلمة أخيرة تحب توجهها؟ الكلمة أخيرة، إحنا ننصح مربي الثروة الحيوانية دائما في أغلبية اللقاءات إنه أنت عندك أراضي مخصصة لإنتاج الثروة الحيوانية، فرغبتنا ومساهمتنا معك إنك تتحول من مربي هاوي المربي مستثمر منتج يساهم في الأمن الغذائي للدولة. وكل الاحتياجات سواء الإرشاد أو الدعم مقدم من عندنا إدارة الثروة الحيوانية. طيب، احنا الآن النصيحة اللي وجهتها للمشاهدين والمستمعين اللي له نية وين يتوجه؟ توجه إدارة الثروة الحيوانية. إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية؟ اي نعم، وزارة البلدية. نعم، اي قسم يروح؟ قسم الإرشاد؟ قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني، ممكن يعدي على باقي الأقسام اللي هو قسم الصحة الحيوانية، قسم العزب، على أساس يشوف الاشتراطات اللازمة للإنتاج الحيواني. نعم، أتمنى التوفيق للجميع. سيد صالح جر الله المري رئيس قسم الصحة الحيوانية بوزارة البلدية، شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تختتم فعاليات الملتقى التدريبي المشترك 5 لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. متابع. تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعاليات الملتقى التدريبي المشترك 5 لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واختارت إدارة شؤون الزكاة عنوان الإبداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة، وذلك بهدف تدريب المسؤولين والموظفين في أجهزة الزكاة المعنيين بالتسويق. اليوم هو اليوم الختامي لملتقى الإبداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة، بدأنا فيه من يوم الأحد الماضي تاريخ 15/10 إلى اليوم هو اليوم الختامي. استهدفنا الأخوة المشاركين يعني من المسؤولين ومن العاملين في التسويق من خلال تدريبهم وتثقيفهم على هذا الجانب. بلا شك هناك فوائد كبيرة جدا لمسناها من خلال المشاركين في الملتقى من أول يوم، من ثاني يوم كنا يعني متواجدين معاهم خلال أيام العمل أو خلال أيام الملتقى خلال الورش العمل التي تقام. بلا شك الفائدة كبيرة جدا من خلال هالكوكبة اللي حضرت من المشاركين من جميع دول مجلس التعاون ومن أيضا الأخوة من إدارة شؤون الزكاة القطري من العاملين في هذا المجال. ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات تنظمها أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس. وتستهدف هذه الملتقيات مسؤولي وموظفي أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لتنمية قدراتهم المعرفية والعملية للمساهمة في تطوير أدائهم لخدمة المستحقين والمزكين. بهذا التقرير مشاهدينا الكرام كنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. الوعد معكم غدا بإذن الله، تمسون على خير، مع السلامة.